صباح الخير مشاهدينا. فكرة أوروسكوب اليوم خبيت لنا نصايح جديدة مع عالم الفلك. شو بخبيت لنا اليوم؟ أبرجنا 12 من معلومات رح نكتشف سوا، والبداية مع برج الحمل. أيها الحمل، اليوم بيحمل لك فرصة مهمة يمكن تكون مش عم تسعى لها أو يمكن ما كنت مفكر فيها حتى. أما عاطفياً عم تفكر ترجع لحبك القديم، فجرب فكر بعقل قبل قلبك تما تندم بالمستقبل. الثور، حاول اليوم بدل ما تتوتر وتعصب على زملائك تتفهم الموضوع وتعرف شو الأسباب يلي عم تصرفوا فيها هيك بمكان عملك تما تخلق مشاكل أنت بغنى عنها. أما عاطفياً الحبيب رح يكون إلى جانبك ورح يتفهم الاسترس اللي قاطع فيه من وراء شغلك. الجوزاء، ضميرك مرتاح تجاه الأشخاص يلي بتتعامل معهم، فأنت عم تنفذ المطلوب منك وعم تكون النتيجة مرضية. صحياً أنت بأفضل حال وعم تقدر تنظم وقتك وتعمل رياضة قد ما فيك. نوصل للسرطان، تراجع بالمعنويات وحالة من التوتر عم بتعاني منها بسبب الضغوطات الكبيرة يلي عم تتعرض لها بالشغل. انتبه منها وخليك قد المسؤولية وما تخلي حدا يعطيك ملاحظة. أما عاطفيا عم تسعى لتحل المشاكل بينك وبين الشريك ورح تنجح لأنه علاقتكم رح تتحسن. الأسد، عم تناقش أمور مالية بتخص تطوير مشروع خاص إلك ورح تنجح أنك تقنع المسؤولين بتسليمك هيدا المشروع. أما صحياً عم التوتر عم بيأثر كتير على صحتك، جرب قد ما فيك ترتاح وتبعد عن الضغوط. منكمل مع برج العذراء، عم تطلع من الأجواء السلبية يلي رافقتك الأسبوع الماضي. خليك واثق من حالك وغير الأمور لصالحك. فرصة لتسافر وتغير جو عاطفيا. الإحساس يلي عم تعيشه مع الحبيب صار لك زمان ناطره، فحاول أنك تستفيد من الفرصة وخليك أنت والشريك مبسوطين. الميزان، أنت ملفت للنظر وعم تستعيد مكانتك اليوم بين زملائك بعد الضغوطات وأجواء التوتر يلي عشتوها بالماضي بمكان العمل. أما عاطفيا بلشت تشك فيه بسبب تصرفاته، فبنصحك أنك تصارحه كرمال تتريح حالك. عزيزي العقرب، رغم الوضع المتعب والتوتر يلي عم تمرق فيه، يوم اجتماعي بالدرجة الأولى. حاول أنك ما تبقى لحالك لأنك حتلاقي الإعجاب والدعم من كل الناس اللي حولك. أما عاطفيا بسبب التعب يلي عم تمرق فيه ما عم تتحمل أي غلط من الشريك، لكن في تحسن بعلاقتك مع الأصدقاء. القوس، عم يتأجل موضوع بهمك كتير بسبب خارج عن إرادتك. ما تتوتر وما تزعل، يمكن هيدي التأخيرة رح تكون لصالحك بالمستقبل. أما عاطفيا حاول أنك تكون حذر بتعاملك مع الشريك لأنك عم توزن كلامك هيدي الفترة وما عم تعرف أنك عم تجرحه بطريقة غير مباشرة. صديقي الجدي، انت ضايج اليوم، في شيء مش مريحك وجو من التوتر العام عم بيسيطر عليك. يمكن عم ينشغل بالك على حدا من اهلك وعم تشعر بالمسؤوليه عم تكبر عليك. اما عاطفيا حاسس زياده هيدا اليوم ويمكن اي كلمه تاثرك فيك، مشان هيك جرب قد ما فيك ما تشوف الشريك كرمال تما تتخانقوا مع بعض. الدلو، اليوم حدد أهدافك وتعامل مع مجريات الشغل بدقة كتير لأنه في بعض الزملاء عم بيجربوا يوقعوك بمشاكل أنت بغنى عنها. جرب ركز على شغلك قد ما فيك، النجاح حليفك وعم تلفت نظر كل اللي عم يشتغلوا معك. أما عاطفيا الحبيب ناطر منك ستيب جديدة بعلاقتكم، فجرب قد ما فيك طمنه وحسسه أنك أنت جدي بهيدي العلاقة. ننهي أبراجنا مع برج الحوت، انت قدام فرصة حلوة بسبب حركة الكواكب يلي عم بتصب لصالحك هيدي الفترة. قادر اليوم انك تعمل يلي بدك اياه وتقنع كل العالم اللي حواليك بأفكارك وقرارك، فأي فرصة اليوم بدك تستغلها كرمتها تقدر تاخد يلي بدك اياه بمكان عملك. أما عاطفيا انت والحبيب مش كتير علاقتكم ظابطة، وهيدا الشي بسبب انشغالاتك وأفعالك يلي عم تتصرفها. جرب قد ما فيك ركز شو بدك واعرف بالضبط شو بدك كرمتها ما تضيع وتضيع الشريك معك. مولود برج اليوم، بدي أتمنى لك نهار حلو مليان بالطاقة الإيجابية. أما من صفات مولود برج اليوم، حنون متفهم وما بيتقبل الفشل أو الخسارة، ما بيتحمل يشوف حدا متضايق وبيحاول أنه يساعده لو ما قد ما كلفه الأمر. إنسان حنون بحب الأولاد والعائلة وكتير بيهتم بأهله. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. إذا حابين تسألونا أي شيء بخص عالم الفلك أو أبراجكم، فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com وأنا رح جاوبكم على كل أسئلتكم. بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة ومعلومات جديدة من عالم الفلك.